كمان التجربة بترخص الدنيا في نظرنا، وده يمكن واضح لما تقروا بقى سفر أيوب، وهو سفر عميق ويحتاج إلى تفسير وإلى تأمل طويل. تلاحظوا كمان أن التجارب بتساعد البيت المسيحي أنه يبطل يتعلق بالدنيا، يفقد إحساسه بجمال العالم والدنيا والمشتهيات يعني الإنسان ممكن يبقى واخد في وشه وعنده طموحات وعاوز يجيب بيت وعاوز يشتري ومشغول بالفلوس والفاترينات والمقتنيات وتيجي تجربة تنسيه ده كله، ويبقى بس كل غرضه يطلع من الهم اللي هو فيه. فكأن التجربة بتعالج الواحد من تعلقه بهذه الحياة، ولما التجربة بتشد قوي بتخلي الواحد يشتهي الموت اللي منه يطلع على حياة أبدية خالية من التجارب والأحزان والمرار. في كلمات أيوب الصديق هتلاقوا كتير ما اشتهى الموت وقال له يعني أنت تعمل معروف وتموتني يا رب، ده أنا القبر بالنسبة لي أصبح شهوة. وقال كلمات كتيرة تعبر عن الأسى والوجع اللي هو فيه، لكن طبيعي ما عادش فارق معاه فلوس ولا أي حاجة في الدنيا زي الأول. ربنا لما بيسمح بتجارب يهدف إلى خلاص نفوسنا، ولولا التجارب ما كناش هندخل السماء. لكن تعالوا نشوف، طيب زوجين في مواجهة تجربة جديدة مفروض يعملوا إيه؟ نبدأ هنا بزوجة أيوب اللي قالت كلام الحقيقة يعني غير حكيم بالمرة، عشان كده قال لها تتكلمين كإحدى الجاهلات. قلة الحكمة وقلة العقل فإنه اتنين يكون في مواجهة تجربة ويسيبوا التجربة ويقعدوا يخبطوا في بعض، طبعا ده قلة عقل. ليه؟ طب الاتنين في المصيبة أو الاتنين في الهم المفروض يستندوا على بعض، المفروض يشجعوا بعض، المفروض يواسوا بعض، يسندوا بعض. لكن لما واحد يعيب في التاني طب هو ده وقته؟ فهي لما قالت لأيوب كفاياك بقى ربنا، طبعا ده غير انها غلطانة في حق ربنا، هي غلطانة في حق جوزها. يعني جوزها الانسان البار اذا كان بإيمانه قدر يقول الرب أعطى الرب أخذ، طب اتعلمي منه، طب ده جوزك ده شخص عظيم اللي قدر يقول كده. انما هي زي الكلام استفزها وقالت له بقى يعني ما معناه روح موت، كلام ده مش واخدين منه حاجة. فقال لها الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل. يعني طول عمرنا بناخد بركات من ربنا، يوم ما ربنا يدينا حاجة توجع نغلط فيه ونقول له بلاش. ربنا ادانا كاس حلوة بدل المرة ألف مرة، المرة دي الكاس مرة ما نشربهاش من إيده، زي ما ادانا الحلو يدينا المر. الخير نقبل والشر، وهنا الشر بمعنى الوجع مش بمعنى الخطية، أيضا نقبل من يد الله. في كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه. فأول غلطة تنسب لزوجة أيوب هنا أنها هرتلت بلسانها وقالت كلام لا يليق أبدا بإنسانة متجوزة إنسان يعني بمثابة النبي وناس بيحبوا ربنا وبيخافوا ربنا. صحيح بعضكم ممكن يقول ما هي معذورة من كتر اللي شافته أو الغلب، لكن ما تنسوش أن الضغط كان على أيوب أكتر لأن المرض مسك في جسده هو أكتر ما هي اللي مجربة بسبب ضياع الثروة وضياع الأولاد. الحاجة التانية أنه أيوب كمان يعني معرفش يبدو أنه يرفع مستوى مراته إلى نفس مستوى الإيمان، وعشان كده نلاحظ أن بقية قصة أيوب الزوجة مش موجودة حتى في الحوارات. يعني جم الأصدقاء، والأصدقاء في الأول كانوا صامتين وبيبكوا لأن لما شافوا صاحبهم أيوب في المحنة صعبة جدا مش قادرين يقولوا حاجة، ودي كانت أفضل فترة بالنسبة لهم لأنه لما كانوا بيبكوا معاه بكاء مع الباكين يبدو ده كان مريح نفسيته. لما بدأوا يتكلموا ما قالوش كلام مريح، عابوا في أيوب وقالوا له يا جوز أنت السبب في اللي حصل، يا جوز ولادك وحشين، ما هو ربنا ما بيعملش كده غير في الناس الأشرار. الكلام كله كان يعني يزيد التجربة صعوبة وتعب. طب فين مراته في الوقت ده؟ كأنها سابته ومشت.
ظهر صديق رابع، الشاب الصغير أليهو بن برخائيل، وهو الشاب الحكيم اللي وقف يقول لهم بصراحة أنتم مالكوش حق، تعبتوا الراجل بكلامكم، وانت يا أيوب فردك مالكش حق لأنك شايف نفسك فاهم كل حاجة وشايف نفسك أحسن من ربنا. احنا ببساطة نقول حكمتك يا رب، ربنا هو اللي عارف بيعمل كده ليه، لكن ربنا ما بيغلطش في أحكامه. ابتدى هذا الشاب يقول كلام حكيم ويدافع عن ربنا إلى أن نطق الله وبدأ يتكلم ويدير الحوار مع أيوب عشان يفوقه ويعلمه أن وراء كل تجربة حكمة، وراء كل تجربة فيه خير جاي، ورجع الصلح بين ربنا وأيوب.